احنا عرفنا ان الطفل ده عنده نقص مناعه او شخص كبير عنده نقص مناعه، ازاي نقدر نزود مناعتنا؟ لان زي ما حضرتك بدات في المكالمه ان احنا بنقرا كتير على المواقع السوشيال ميديا واحنا بننساق قوي وراء البروتوكولات العلاجيه وبنجيب وبننزل ونروح نجيب فيتامينات ونجيب اكلات معينه علشان دي هتزود مناعتنا، هل ده صحيح؟ لا، الحقيقه ده في مبالغه شديده وفي كمان يعني عدم دقة. ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأرضية خلقها متكاملة، يعني الأكلة دي تكمل الأكلة دي. فإذا أنت لو أكلت الأكلات الطبيعية، الخضروات والفواكه والبروتينات اللي ربنا خلقها دون العبث بها، وأنا قلت نقعد في حاجة اسمها سوء التغذية مع في عائلات كبيرة. إيه سوء التغذية؟ يقعدوا ينقوا أكلات هي اصلا حاصرين نفسهم عليها نواشف، حاجات معينه ما فيهاش الفيتامينات ولا فيها المواد المضاده للاكسده، وبالتالي دول بيبقى عندهم سوء تغذيه نوعيه، مش نتيجه الفقر ولا نتيجه قله الاكل، انما بياكل مواد نوعيتها مش كويسه وغير ملائمه وغير مساعده، ما فيهاش اي فايده. لازم بقى ناكل. ربنا لما خلق الاكلات للفقير والغني اداله الفرصه من الاكلات اللي موجوده الطبيعيه. تمام. والمواد اللي صنعها الذي يعني احسن كل شيء خلقه. ربنا لما خلق الحاجه خلقها بحكمه وعارف ازاي تتكون وازاي تتحط مع بعضها وازاي تفيد. فاحنا ناخد الاكل الطبيعي الذي خلقه الله بتكامل ودون تمييز واللجوء الى احاديه الاكلات التي في الاخر تؤدي الى ما يسمى سوء التغذيه. مش سوء التغذيه بقى اللي هو زي الحروب والمجاعات، ها؟ دي عمليه ثانيه خالص. الانسان ظالم لاخيه الانسان وظالم لنفسه فبيعمل حروب ومجاعات. فيجي بقى سوء التغذيه ده يقلل الاجسام المضاده ويخلي جهاز المناعه ده القادر على الدفاع عن نفسه، وتشوف المرضى اللي بتوع الحروب العيال بتوع الحروب تعد ضلوعهم والعضلات ضعفت وضمرت وحالة يعني مجرية. صحيح. وليتقوا الله في أنفسهم وليتقوا الله في الناس كلها، هذا أول حاجة. الحاجة الثانية بقى أنت تاكلي الأكلات الطبيعية المتكاملة هتاخدي احتياجاتك، لأن ربنا لما حطها بمقادير تجعلها مناسبة للجسم، هذا أول حاجة. زيادة الفيتامينات تؤدي إلى أمراض زي نقص الفيتامينات. هو تفتكر ان زياده الفيتامينات دي حاجه حلوه؟ لا، في امراض بتيجي من زياده الفيتامينات. هي ثقافه يا دكتور، يعني احنا ما بناكلش خضروات نعوض بالفيتامينات أو نعوض بالادويه. ده يا استاذه الاكل السريع ده والوجبات السريعه دي صحيح، يعني دي لا تؤخذ الا في الضرورات. انا ما بعتمدش اخلي عيشتي كلها على الحاجات دي لانها شويه فايبر على شحومات على تمام ونقص الفيتامينات والمواد المضاده للاكسده هيبدا يديك سوء التغذيه اللي قلنا عليه. الحاجه الثانيه بقى وده الاهم. تمام يا دكتور، اتفضل. في ستايل، انا إيه عارفه لما كانوا بيقولوا لنا على كراسه المدرسه اغسل يديك قبل الاكل وبعده. صحيح. اغسل يديك قبل ان تدخل دور الميه وتطلع من دور الميه. لان في عدوى بتيجي عن صحيح. طريق الايد بعد دور الميه، دي مهمه جدا. صحيح. انا ميكروبات انتقلت نتيجه عدم غسل اليدين بعد قضاء الحاجه. شويه ثقافات كده يا دكتور محتاجين نغيرها. انا بشكر حضرتك جدا. حاجه ثانيه يا استاذه بس عشان سريعا يا دكتور اتفضل. الناس كمان شغاله على ان هي العيل او الانسان اللي عنده شويه رشح متخيلهم ان هم دول نزلات بل وان هي دي طاقه مناعه. صحيح. هم بالكده والواد ده ما عندوش مناعه خالص، ده كل البرد شغال عليه على طول. ده ساعات كتير قوي ديت بتبقى نتيجه حساسيه الجهاز التنفسي في الانف واللي بتيجي بالرشح والعصر. تشبه الزكام وتشبه نزله البرد الفيروسيه وكل ده ما بتروحش منه طول السنه. ما فيش فيروس يقعد طول السنه. ما فيش نزله برد هي بتاخدها اسبوع 10 ايام وتنتهي. اذا استمرت اكثر من ذلك نبحث. شكرا ليك. شكرا ليك يا دكتور، بشكر حضرتك. أنا جدا انا عايز الناس كمان حاجه واحده اخيره، انه بلاش الجري وراء بروتوكولات. صحيح. نام كويس،
مارس رياضه كويس، اعمل بيئه سليمه حواليك، نظف بيئتك المنزليه صحيح. والخارجيه، ما تعملش مواد ملوثه وترجع تقول انا عايز ارفع جهاز المناعه. صحيح. فنحافظ على بلدنا ونقوم بالنظافه. نعم. النظافه من الايمان، وهي العنصر الاساسي، النظافه الشخصيه والنظافه المجتمعيه. شكرا ليك لكل هذه النصائح يا دكتور، بشكرك جدا. استاذ الدكتور الدسوقي فوده، مدير مركز المناعه وامراض الحساسيه كليه الطب جامعه الازهر، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المداخله.